ما معنى قولنا اللهم صل على محمد؟ أصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما قاله التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله، هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى وعليه. فنحن حينما نقول اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه عندك في الملأ الأعلى، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجل القربات خصوصا في يوم الجمعة، فأكثر من ذلك يا أتباع ملته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.